طيب، وصلنا لفقرة هدية العرفج اللي عادة ما يكون فيه هدية لها دلالة رمزية نقدمها. شو رأيك نشوف احنا وياك المشاهدين هديتنا؟ العادة انت قريب يعني وتشوف معنى الهدية. هذه هدية العرفج لهذا الأسبوع. طيب، وش تتوقع على الهدية؟ ها؟ والله أتوقع منكم كل خير يا أبو سلمان. طيب، اليوم كم التاريخ؟ 2 فالنتاين دي. طيب انا اهديك يعني عشانك ما انت عندي لا اليوم يكون في جايبين لي ورد. لندن، جايب لك ورده حم، ما جبت الا واحده يعني توفير، فجايب لك ورده حمراء اهديها لك يعني بمناسبه عيد الحب. ما انت معنا الليله لكنها توصلك ايه عبر الاثير الى لندن. وش تعليقك؟ يا سلام، أول شيء شكرا لك وشكرا لأسرة يا هلا بالعرفج، أسرة يا هلا وروتان على الإحساس الحلو. ايه لكن هي فرصة الآن يا جماعة، احنا متحسسين من هالأعياد ذي، ما أدري ليه. ترى هو ما هو ما هو ما هو عادة ليس عبادة، هو عادة وليس عبادة. يعني مثل يوم اللغة العربية ويوثر من ضمن الأيام أن الإنسان يشارك بالحب. أنا مستغرب عندنا كمية كره للأشياء الحلوة بدون سبب. يعني احنا ما نحب إلا بسبب، لكننا نكره ونحب من غير سبب، نكره ونحب من غير سبب. أيضا يا أخي اللون الأحمر يستثير ويستفز الثيران، فما بالك البشر المفروض يكونون أكثر. الشيء الثالث أنه أنا مع أي هاشتاج ومع أي مؤتمر ومع أي ملتقى يدعو للجمال والخير والمحبة والسلام والوداد والحفاظ على البيئة، أي شيء من هذا القبيل. ايضا التعليقات اللي صاحبته طلعت ان عندنا خفه دم. مثلا اليوم واحد مرسل لي مثلا يقول يعني الفلنتاين عيد الحب جاء مع الغبار عشان الناس تاكل تراب او العشاق ياكلون تراب. واحد ثاني قال لي انه عيد الحب زي عيد الاضحى بس نوعيه الخروف اللي يذبح مختلفه، هنا خرفنه وهنا هنا يعني انت يعني عشانك في لندن، فيها خفه دم. عشانك في انا لندن اتمنى نوسع مساحات الحب ولا ناخذ الاشياء بحساسيه. عشان عندنا غبار، وعشانك في لندن في عاصمه الضباب قاعد تطقطق علينا يا ابو سفيان، وحنا مهدينك ورده حمراء. لا والله، لا 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 والله، هي جاتني من عندكم والله ما طقطق. بس انا اقول يا ابو سلمان لا نتحسس من طيب. الاعياد ذي، خلونا نشجع اي بادره امل، اي بادره محبه، اي بادره سلام، اي بادره نجاح، نشجعها. يعني ليش الحزن؟ ايه بس ترى هو ما في صلاه، ايه ما هو عيد صلاه، بس هو انت قلت عاده وليس عباده. تقول اللون الاحمر يستثير الثيران، ها؟ لا انا اقول لك انه الالوان لها دلالاتها، فالمفترض انه هذه يحفزنا على الحركه والحب والنشاط طيب والقوه. طيب خلي